إلى تغريد ذكرى ثورة يميت والشاب هي خير مناسبة لاستحضار يوم التضحية والوفاء في سبيل حرية الوطن ونضج البناء السياسي المغربي. شابي العزيز، إذا الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها وإنما هي وسيلة لإقامة مؤسسات ذات مصداقية تخدم مصالح المواطنين وتدافع عن قضايا الوطن، لأننا نؤمن بأن الدولة تكون قوية بمؤسساتها وبوحدة وتلاحم مكوناتها الوطنية، وهذا هو سلاحنا للدفاع عن البلاد في وقت الشدة. ورغم ذلك فالمغرب الحمد لله معروف بسمعته ومكانته التي لا نقاش فيها وبشبكة علاقات واسعة وقوية، ويحظى بالثقة والمصداقية بعملية عدوانية مقصودة. فأعداء الوحدة الترابية للمملكة ينطلقون من مواقف جاهزة ومتجاوزة، ولا يريدون أن يبقى المغرب حرا قويا ومؤثرا. وقليل من الدول خاصة الأوروبية التي تعد للأسف من الشركاء التقليديين تخاف على مصالحها الاقتصادية وعلى أسواقها ومراكز نفوذها بالمنطقة المغاربية. الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السياسية المغربية جلالة الملك نصر الله خلقها في خيطة في السرية من جلالة المجلس الذي أخطر بها الجوائز.